معلش يا رشا، كبسني عليك في النادي كده. الله معلش، انت بتجيله غير في النصايب. معلش انا عارف ان هو شغلك واحنا بنعطلك عنه، بس هنعمل ايه؟ ما عندناش غير رشا بقى، اختنا حبيبتنا. ها قلت ايه بقى في الحوار؟ خلص يا باشا، العيال دي اتقرقشت. بس هو الراجل ده مش هيبقى معاه رجاله والجو ده. قولي له ده ما تتكلميش معاه في حاجه، خليكي معايا انا عشان ده ما بيفهمش. الله يبارك لك. في خطه احنا عاملينها، انا هروح على الراجل هعمل نفسي هديله الفلوس. ما انت معاك فلوس، ما تديها له. انت متخلف يالا، معايا فلوس ايه؟ هديله ورق جرايد. جرايد ليه؟ هم قراء؟ قراء ده مجرمين. بصي شفت الدماغ اللي بنتعامل معاها؟ سيبك من عمر وركز معايا. الله يبارك لي يا ست، انا معاك انت هو. المهم ما تاخروش عليا، لازم تبقوا في ظهري. انت ما تعرفيش لو اتاخرتوا عليا على ممكن يحصل فيا ايه. يا عم عيب عليك، العيال دي اتكتفت. يعني هقدها وقدود؟ شقاوه قديمه دي. يعني هتخلصي يا رشا ولا لا؟ ده بنت رود الفرج. ما تديني كلمه عاد نافع. انت نبيل شيكو، دي شقاوه قديمه دي. رشا تعالى، عايز اقول لك على حاجه. تعالى، انا عايزك في حاجه مهمه. انا هضيع ربي تصاحبه ونخلص منها، وانا صاحب صاحبته بقى، ويبقى ايه. ايوه يا الماني، انا وصلت المكان اللي انت قلت لي عليه، هو معايا الفلوس. عدي الشارع وكمل قدام. ماشي. انا وصلت اهو. شايف البوابه اللي قدامك دي؟ اه شايف. ادخل فيها. ادخلها ازاي؟ البوابه مقفوله، هو انا ايرون مان؟ افتحوا لنا البوابه يا جماعه. ياه. السلام عليكم. السلام عليكم. نزل ايدك يلا انت وهو. الحمد لله على السلامة يا بطل، جبت الفلوس؟ يا ألماني في إيه؟ أنت مش عارف أنت بتتكلم مع مين؟ أنا دياب اللي بيقلبها يا باب. وأنا الألماني اللي ما جاش منه تاني، جبت الفلوس؟ معاه الفلوس، بس الكلام ما يتقالش كده يا ألماني، الكلام أخد وعطا. مش كنت قصرتوا على نفسكم وجبتوا ال50,000 جنيه أوفر؟ معلش يا معلم، غباوة مننا وملحوقة. اوعى تكون فاكرني هايب من رجالتك دي. لا انا بقدر الرجاله. جبت الفلوس؟ معايا. هات عشان نعدها. انت بتخوني يا الماني؟ انا مش بخونك ولا حاجه، بس اللي له حق ما يقولش لا. امال انت بتقول لا ليه؟ اقول اللي حصل مش عارف. طب هات الفلوس عشان اعدها، بس اللي بحب اعدها بنفسي. خد. ايه ده؟ انت بتهزر مع الالماني؟ يبقى انت كده مش بايع على عمرك تاني. لا انت ما تعرفش مين دياب بقى. انت خس واسو خنتريش يا الماني، وبطنك فاضيه ولا تعرف تعمل حاجه. ده انا ورايا رجاله تاكل الزلط. يبقى انت كده جيت على البايظ. ورايا رجاله تاكل الزلط. انا مش شايف ولا خنفسه. وانا مش شايف غير خنفسه. ايه؟ انا اسف. أنا آسف يا معلم، اعتبر كل اللي أنا قلته ده قلة أدب وتجرأة. وادي دماغك يا بص، أنا عيل ما اتربيتش. وإحنا هنربيك. بابا؟ بابا؟ بابا إيه يا ابني؟ بابا؟ بابا مين يا ابني؟ بابا؟ خدوه على المعاطة. المعاطة؟ هو انت الياض مش عايز تاخد ودي معايا بشكل ودي؟ ابدا والله، انا نفسي اخد ودي بشكل ودي. وبعدين انت فاكره نفسك اي حد يا بنت؟ ده انت سندي وظهري وعزوتي وحبي وحناني. امال ليه حاسه ان اللي في القلب مش تمام؟ والله اللي في القلب تمام وكل حاجه، انت ما يعني مش عارف انت ليه حاسه كده بصراحه. لسه عايزين نجيب الجاتوه بقى. انت عيد ميلادك امتى؟ عيد ميلادي ايه يا عمر؟ هتدخل على اهلي بدولسي؟
انت قصدك لما اجي اتقدم لاهلك يعني؟ لا ما تلاقيش، هاجي وهجيب وجاتو بتاع والدنيا، بس الظروف تتعدل وهتلاقيني اول واحد والله. بتحاور والله ابدا. بتحاور يا بنت، وانا اقدر احاور؟ ربنا بتحاور. انا اقدر احاور عليكي؟ ما انت عارفه شخصيتي معاك، عارفه انت عامله ازاي. لا والنبي، والله ما المهم ان انت على وضعك. انا على وضعي، انا من ناحيه على وضعي، انا ما اتحركتش من مكاني من ساعه ما جيت هنا. تمام، بس يا انا عايزه كده شويه كلام حلو كده. نغشني يا عمر، نغشني كده. والله وانا نفسي اقول لك، بس طريقتك زباله معايا بصراحه. يعني طريقتك مخلياني لو ليا كلام حلو هشيله لنفسي. يعني انا العيال الصيع صحابي ما بيحطوش ايديهم كده على كتفي بالطريقه اللي انت حطاها دي. طب ربنا انا كده رومانسيه. انت كده رومانسيه؟ اه. ربنا يستر لما يتقفل علينا باب، مش عارف هيحصل فينا ايه. تقلقش انا صدقتك. خير خير. اثبت يا انت وهي. قبلي بقى، قبلي يا رشا. اوبا. الله 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 الله. يخرب بيتك يا رشا يا كاراتيه. فعلا فعلا انا اخترت صح، بت يعتمد عليها. عيب عليك، بت بميت راجل. اصبر يا عم، ما تكسبنيش بقى. بت ايه؟ 100 راجل بس. خلاص يا عم، والله وشي بيحمر، بتكسف انا. بتحب الكلام ده؟ اه. كل يوم من ده بقى، كل يوم من ده. امال فين بقى بقيه الفريق؟ انت تتدخل في شغلي ولا ايه يا عمر؟ والله ابدا، بس عشان الواد جوه و... انت حاطه برفان رجالي ولا ايه؟ اه، قدرت الواد اخويا وخدته. ليه تحط برفان رجالي؟ بحبه يا عمر. بتحبي ايه يا بنتي؟ يا بنتي بقول لك ايه، لو خلصت لي المهمه دي يا رشا، ليك عندي هديه جامده قوي. هجيب لك اكس شوكولاته من الاخر. شت عليك يا معلم. دماغك فهمتها؟ يا الله، ما يصحش كده التكتيفه اللي انت مكتفها لي دي، وانت مكتفني ليه في انبوبه؟ هو انا اختص؟ يا الماني اسكان على العربيات، خد العربيتين. بس فكني والنبي، وانا مش احنا اخوات زي بعض. اللي هزر مع الالماني يبقى مش باقي على عمره تاني. خش خش. انتوا ايه اللي اخركم يا بهايم؟ بقى يا عم احنا مش لا لا مش قصدي انت. والله ما قصدي انت، يعني احنا جايين ننقذك وانت بتغلط فينا يا غبي؟ ها؟ على فين يا بطل؟ مش انا البطل، انا معايا البطل، معايا رشا. ورشا فيها ايه بطل؟ هتشوف. كتا! سكاتش! ليه؟ اقف! ليه؟ يا ستي مش وقت احترام دلوقتي. احنا جاهزين يا دياب. ايوه يا دنيا يا بنت الايه؟ كده فل وكده في الاوكي. اي لا درج يا رد عليه. اديه وعلقه من رجليه. وهقص هقص. وهبقى البص. بتعمل ايه؟ اقبل يا ابني، اقبل. كتفه جنبي هنا يا معلم. هجوا رجاله. يلا خد هنا، تعالى فكني عمر. دي قلبك ليا كني يا عم، انت خد هنا. دي قلبك ليا يا ابني، فكني يا ابني، يا ابني فكني يا ابني. طب فكني يا ابني. اصبر يا اخي، انت مش فاهم، مش فاكر مستر كاراتيه؟ فكني دلوقتي. اتفرج. طيب هنروح في 60 دقيقة.